الوغ مين خديت البكالوريا ديالي جا الوالد الله يرحمه قال لي غديري طبيبة اسنان. الوغ لا فوكاسيون ديالي سيتي جو فولي فيغ اركيتكت ولا بيلوت دو لين، ولكن كيف العائلة الكبيرة ما كانش فيها طبيبة اسنان وكان عندي الاخوان ديالي اللي واحد فرما الصيدلي وجوج اطباء، جا الوالد قال لي والو خص طبيبة اسنان تكون في العائلة الكبيرة ديال البريين. قلت له واخا ما كاين حتى شي مشكل، ولكن غنمشي نخرج للخارج باش نقرا. هذيك الساعه ما كانتش كليه ديال طب الاسنان هنايا في المغرب، دونك هي هذيك باش مشيت لبلجيكا، مشيت لونيفرسيتي لي بروكسل اي جي في ميز ستود دونتير. الحمد لله هو اللي كان تيخلص لي بيان سور الدراسه ديالي، الكره ديالي، الماكله ديالي، ولكن لا بغيت نخرج نمشي ندير انتي ويكاند كوم جيت ا بروكسل، دونك كان يمكن نمشي لامستردام، نمشي لباريس، نمشي لجنيف، نمشي باغتو دون لوروب. كنت نخدم خدمات باش يمكن لي ندير لاجون دو بوز ديالي. مي مات الله يرحمو داك جا الاخ الكبير ديالي شجعني قال لي والو خصك لابد تكون عندك الكابيني ديالك وهادي وهادي، باش درت الكابيني دونك بريفي الحمد لله. دونك بدينا شويه قال لي والو خصك تدخل واحد لاسوسياسيون خصك هذاك باش تبدا زعما بليز او موا تعمر الوقت ديالك وتعرف شنو كاين. وديت هي هذيك 92 93 باش شاركت مع جمعيه انرويل فرع الدار البيضاء، وبقيت معاهم سنين. والسنه 2008 2009 باش خديت الرئاسه ما كنتش عارفه راسي من رجليا منين نبدا، ما كان عندي حتى شي حاجه زعما ما كنتش نعرف. الحمد لله كنا دوزنا اون اكسلون طاني، مي تتكون الرغبه والاراده ودير شي حاجه لذاك الوليدات ديال الدواور وتعطيهم احسن امكانيات ديال التعليم ديال باش يكونوا ايبانوي باش يكونوا التعليم زعما واحد يترباو تربيه احسن تربيه وكل شيء. ما تتبقى لكش المسافه بعيده. دابا والله العظيم وليت نمشي لحد السوالم دابا المدارس بجوجهم تقول بحال تمشي من هنايا للانفا، انا دونك في مير سلطان بحال تمشي للانفا ولات عندي طريق عاديه. سا ريبريزونت كوا Alors si vous allez tous me donner ces bouquets de fleurs, ils sont faits par vous. تأسيس الجمعية درناها في 2013 ديال دونك كلوب إنرويل كازابلانكا رينيسونس. دونك تما باش درنا لو كلوب ديالنا كنا مع واحد لو كلوب كازابلانكا سي نوتر كلوب باغان، وخرجنا بينا خمسة ستة الناس وجاو معنا دونك واحد النساء اللي هما دخلوا معنا النادي. صراحة عمر ما كان عندي حلم، ربي جا ولحني ليلو. ماشي انا طبيبه اسنان كنت ما بغيت ندير الهندسه بغيت هذا، ولكن شويه بشويه ميتا الوليدات بيان سو ما عنديش وليدات دونك الوليدات كلهم وربي عطاني فاش داك الرغبه اللي عندي وداك الشيء ديال الوليدات باش نحققها مع هاد الوليدات كلهم كلهم تحسبهم وليدات. وسيدون حتى الوليدات اللي عندنا بواحد لو نيفو كي ميديوكر عمرنا ما تنقول للاساتذه ان عندهم ميديوك، هما اللي تنجروهم فيغ لو باش يزيدوا باش يتحسنوا على في السنه. بدينا حنا في فيفري 2016 مي عطاتنا دونك الاكاديميه ديال ستات كانت عطاتنا دونك لوتوريزاسيون دو لوفيرتور دو ليكول بريسكولير عاليه اللي حنا تنسميوها لو جويو. علاش؟ حيت الحمد لله درنا فيها كل التجهيزات الامكانيات ديال باش الوليدات يكونوا يتعلموا ويترباوا في واحد الظروف ملائمه والتجهيزات ديال الماتيريال ديداكتيك اللي خصهم يكون عندهم.
دونك ما حرمناش هاد الوليدات من شي حاجه اللي كاينه في المدارس الاخرى اللي الناس عطاهم الله سبحانه وتعالى. دونك درنا لهم كل سكيفو، انا تقريبا واحد 30 مجانا، ما تيخلصوا والو على العائله ديالهم، فريمون ما عندهمش امكانيات. وكاين واحد اخرين اللي تيخلصوا، والاكثر اللي توصل لنا 600 درهم باش يمكننا نعطيو الاجور ديال هاد الطاقم التربوي. وهذا الشيء كله ما كافيناش، باسكو المدخول اللي تيدخل عندنا 159 وليدات، هذا المدخول اللي تيدخل ما كافيناش باش نغطيو لي شارج مونسيوال ديال هاد الباتيمون.